دخل أخ على أخته في غرفتها، رآها جالسة على الكرسي، وقف وراءها وأمسك كتفها وقال: من أقوى شخص في الدنيا؟ قالت: أنا. سألها مرة ثانية: من أقوى شخص في الدنيا؟ قالت: أنا. زعل الأخ وهو خارج، وقف على باب الغرفة وقال: من أقوى شخص في الدنيا؟ قالت: أنت. قال الأخ: لماذا كنت تقولي أنا؟ ردت الأخت: لأنك كنت واقف وراء ظهري ويدك على كتفي، لكن عندما تركتني وذهبت وقتها ضعفت. فهذا هو بالضبط شعور الأخت لما يكون أخوها ظهرها.